كلمت صلاح داوود. أنا جيت أطلب تصريح لزواج ابني. زوجه متى تريد؟ كيف كما تريد؟ فارضين علينا منع التجول وممنوع التجمع، وجيشك بحوص بالقرية برعب أطفالنا وحريمنا. أنت من الكرة المتطرفة التي لا تعرف كيف ترد الجميل الذي نؤمله بكم. هذه القوانين سوف تبقى لكي نعلمكم درس. جيتك ليوم واحد ترفع عنا القوانين لجوز ابني. العرس بالإمكان تأجيله، فالقرية يوجد بها مشاغبون كثيرون، أنت تعرف دم سال قبل 4 أشهر. يجب علينا الحفاظ على الأمن إذا تجمعت الناس، يجب علينا الحفاظ على النظام في البلد. أنا أقسمت يمين تجاه القرية ورجال القرية إن أجوز ابني خلال هالشهر ولو بكلفني حياتي. أتريد أن أتسامح مع أهل بلدك وأنتم آخر الناس من رمى الحجارة علينا؟ أتريد أن يسكت قتلى جدد؟ لا، من المستحيل. يجب أن نعلمكم درس باحترام إرادتنا. رجع استنى شوي. بقى יש لي הצעה. עכשיו אם זה יעבוד אנחנו עמוק בתוך הנשמה שלהם. תציב להם תנאי, מקבלים אותו יש רישיון, לא מקבלים אותו אין רישיון. והתנאי הוא שאתה מוזמן לחתונה כאורח כבוד. מה דרגת הסכנה? סיכון מינימלי. מה שחשוב שהם יקבלו את התנאי. את השאר אנחנו כבר נסדר. נראה לך? חיובי. اهلا وسهلا، انتم عازمنا وانا بانتظاركم، وانتم شرطتوا علي شرط وانا بشرط عليكم شرط. ضلوا عندي حتى نهايه العرس. حتى نهايه العرس؟ زغرتي يا ام العريس. هيك صار في ابن المتهومي، قتلوه وراجع لبيته. شفتي يا ستي؟ كان شيخ الشباب نزل العروس عن الفرس. شفتي يا ستي؟ شفته ولا كيف؟
روح نادي لكبار العيلة، عندي أمر مهم أتفاهم أنا وياهم. كانت عينه هالكحلة علي قبل ما يخطبني جدك، لكن الله سلم. هي قضى عليها الخرف، هي فؤاد وإحنا فؤاد. كان عشنا لا ولد ولا زلمة، أريح فيك. عندك حق، أريح. شو يا ام عادل بده يصير عرس من ابدع العراس اللي الكل يذكره الصغير والكبير؟ ابدي جمعي لملم الفساتين القديمة من لباس أبائنا وأجدادنا، والعروس لبسيها فستان جدة القديم اللي من يوم عرسها ما حد مسه. استني يا أم عادل، أنا اضطريت أعزم الحاكم العسكري وضباطه، وهذا شرطهم علي وأنا قبلته. شو الرأي عندك؟ رأي رأيك. اعمل كل اللي بتقدر عليه عشان ما تفرق بين أهل البلد والعيلة. عرس زي اللي بدك تعمله صعب بهيك أوضاع. لازم نعمل عرس من أبدع أعراس القرية. مازن جوزانن اخطى بدني بنياني امان الله شوفاني تلقلافن تالاي شو يهودي قزوالي اسمازن جوزانن اخطى بدني بنياني أما ماما أجعل مخميس هاي الحكي اللي بسمعه في البلد إنه عرس ابن أخوي بده يصير تحت حراس جيش الدفاع الإسرائيلي، هاي هاني قومية ومش ممكن نوافق عليها ولا نمشي بهذا الطريق. اسمعوا يا جماعة شوي استري. طمني يا أخوي، قل الحقيقة. كلكم مدعوين عندي لعرس ابن عادل اللي يصير عرس من أجمل العراس اللي الغرب والشرق يتباهوا فيه. كل هالحكي منيح أبو عادل، بس شو اللي بدنا ندفعه بهالظروف هاي؟ قبل أكم يوم أجاني جدي لابس ثوب أبيض ونظر لي نظرة شفا وقال لي بدك تتجوز عادل بأقرب وقت ممكن وتسوي له عرس من أبدع العراس. البنات يلبسن الفساتين الطويلة مطرزة ونفرش الدار بأحسن الفراش ونجيب العازفين والزجالين اللي يفهموا بغنانا ونذبح الذبايح والنساء يساون أحسن الطعام والفرس الزرقاء تدوس في القرية. كان على زمان تركيا العرب مكروهين من الترك، قول هدقيت عربك عرب الشيك يعني حمار. كانوا يقولون لنا
اسكت يابا، فكنا من تركيا تبعتك هاي، تركيا وبلوط. كل الحاكم ليح ابو عادل، لكن شو الثمن اللي بدنا ندفعه بهالظروف هاي؟ يا هل ترى من المعقول نسكر بيوتنا امام جماعه جايين يشاركونا فرحنا؟ ولو اعدائنا. الحاكم العسكري وضباطه طلبوا مني يحضر العرس، فاهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، علي بده يجي على الحاكم العسكري. عمالكم يا شباب اسمعوا، استنوا شوي. ويعوصوهم، وكنا احنا صغار نسمع ان بكره بدنا نشنو 15 واحد نطلع نتفرج هاي بالحرب العظمى. معزومين عندي يوم الجمعة لعرس ابن عادل، الله يحييكم عقبال لعندي ولادكم. نجتمع من جديد ونثبت للحاكم العسكري قوتنا ووحدتنا. مظبوط في خطوة. بس خلاص ارسمها. الحياة لازم تستمر يا أخي رغم وجود السلاح وقوانين السلطة. بس خلينا نعمل غرفة. لازم نخلص عليه. أنا مش الوحيد اللي تعذبت. كلنا تعذبنا. بس لازم نلتقي عشان نخطط لضرب الحاكم العسكري وضباطه. مظبوط، وهذه احسن فرصه. هذه الفرصه الوحيده لنا، اذا المفروض احنا ننفذها فورا. حمله الجره والهواء حامي وعلى البير الغربي ومع السلامه. حمله الجره وراحت تملي ومنعول ابوها ولا بتكلي واجي حبيبي وشوش مكلي وبين العماير روحوا استنوني. وارد البير وسكين بحفناتك، ما هي حجة عطش وبدم حكاتك. يا وارد البير وسكين بحفناتك. بدك تقولي على كل شيء بدك تعمله؟ هذا شيء بخص كيش، هذا شغل رجال. كيف بدنا نقبله؟ وقوانين منع التجول والتجمع تمنعنا ننزل على أرضنا لجاني محاصيلنا. كيف نقبله؟ ودم شهدائنا لم يجف بعد. قسما باجدادي وبارضي ما هو احضر لك عروس بعد اليوم. دور الحكي علي، لو بيتي قريب جبت لك قفه الجبين. جد ما هو هاي بيتك كريم، اعطيني طبق زبير. يلا امشي من هون، روح شوف امك شو الطبق. هاي هاني الا ولبلدنا، لا افراح من دون كرامه ولا كرامه بوجود الجيش فوق روسنا. انتبهوا انتبهوا، بعالمنا
الحاكم العسكري يبدأ منع التداول اليوم ساعة قبل الميعاد. كيف بدي اطلع بوجه اصحابي؟ وين بدي اخبي وجهي؟ شو بنقدر نعمل؟ طلع شو بايدنا شيء. وبعدين مين اللي كان يجي يقول لي احكي مع ابوي اللي يقدم موعد العرس؟ ولا نسيت؟ طيب بس الظروف اتغيرت اسه، صارت اصعب. كنتش حاسب هالحساب. معلش. أكيد سامي رح تكون مبسوطة لهالخبر. وبدك تختار يا العروس يا الوطنية. ولا واحد بتجوز بهالظروف حتى الخاين. هيا الحاكم الآمن روح احكي معه. غسولة. عجيب عمري هذا، كل ما جيت احكي لك قصة حلوة، قصة عمرك ما بتسمعها في حياتك، بلاقيك نايم بين ايدي. بإيش بتحلم يا صغيري؟ أحلامك تشبه أحلامي؟ عجيب عمري، ليش بدي إياك أنت بالذات تحفظ قصتي؟ أنا خايف على حسان من نفسي. Shred, 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 shred.
ترغيف. يعطيك العافية. كترك لي بعد بندورة، كترك ارميها كلها. جابوا البقدونس. يعطيك العافية. أشري كله. في تحت صناديق أشرين. يعطيك العافية. كتري البهارات والسمن. معادن تعال تعال. روحوا إني تصاروا الناس يجروا. هيني راح. حطوهم برا، حطوهم برا. يعطيكوا العافية. روحي هدايا غيري يا معي. رايحة رايحة. بلا من العريس تنبعيش. رايحة. شنورج بلا ما تلسك. رايحة. زيدوا السمن واللبن. الله يخليك. زيد بس ما روحي روحي ابكي وغيري. زغرتي زغرتي. يا ريت مبارك. شفت زياد؟ لا. شفتوا زياد؟ لا لا. ما شفتش زياد؟ تحت شجر الزيتون. العافية زياد. أهلين أهلين. باي بالله رسالة. أهلين مش كل سنين. الحاكم العسكري وجماعته راح يقعد على هذيك الطاوله. هاي طويله. تعال. اذا قدرنا نحاصرهم هون وتمكننا من اخذ اسلحتهم راح نقدر ناخذهم رهائن. معقول. بس لازم ندرس الخطه اكثر. تاكيد طبعا. عشان نعرف من وين بدنا نطلع. من وين بدنا نطلع. يلا Thank you.
عرفتك وانت صغيري زي الغزالة ترمحي ورا المرحومة أمك. حوافرك الصغيرة كانت تضرب الأرض الصلبة، ووجوه الناس اللي تشوفك تطفح بالبشر والتفاؤل وهن يمسحوا في إيديهم على شعرك الناعم. انت خلقتي لتكوني مطية لأجود الناس، بدي إياكي ترفعي راسك كالعذراء الأبية، خصوصا اليوم، يوم أعز عرس علي. عمي، الناس عم تتوافد علينا. أهلا وسهلا باسم. أنت سند الوحيد، خلي عينك مفتوحة، لازم العرس يمضى بسلام. ولا يهمك، جماعتنا منشورين في كل محل، فتحين عينيهم. عمي، الحلم هذا لازم يتحقق إن شاء الله. يا ريت مبروك. يا عايزين يا شباب، يا شباب، حصان العريس جاهز. طلع الزين من الحمام، طلع الزين من الحمام، طلع الزين من الحمام، طلع الزين من الحمام، معنا الرؤيا بالاحلام، طلع الزين من الحمام، معنا الرؤيا بالاحلام، طلع الزين من الحمام، رحرف يا طير الحمام، طلع الزين من الحمام، رحرف يا طير الحمام، طلع الزين من الحمام، يا سلام لم يا سلام، طلع الزين من الحمام، يا سلام لم يا سلام، طلع الزين من الحمام، على تفجير الالغام، طلع الزين من الحمام، على تفجير الالغام، طلع الزين من الحمام، على الرؤيا بالاحلام، طلع الزين من الحمام، على الرؤيا بالاحلام، طلع الزين من الحمام. شو بقصد كهانة بكلمة وطننا وعلى بيرس اوضح بالجواية. هالعيدة وهالحسود خيلنا
مخابرات في كل مكان، لازم ندير بالنا. تأكد من هالحكي. ايش ايش؟ لازم ندير بالنا، مخابرات في كل مكان. مش تمام زي ما تتفز هذي. شو ما جماعة زياد دير بالك عليهم؟ كل شيء ما دير باله عليه، كل شيء تمام. الضابط التركي كان ظامن وفس، والإنجليزي أظلم وأقصى. السخة منيخة؟ كان كويس؟ الحمد لله منيخ بلو خشب. انت دير بالك منيح على العريس يا مجال. ما من دودة من أخطب مني بدلاني. الضابط خاوي شاربي تركي. يلا عملية صعبة كثير، لازم ندير مالنا من المخابرات. ايش جبتوا لنا معاكم؟ جبت معاي فرد ابوي وعلبة تشك. فرد ابوك يا مجنون؟ العميل؟ اسكت لعد بيش بدنا نعمل عملية. الشغل محسوب حسابها. خناجر. ماضيين كثير. طبعا ماضيين، احنا جايبينهم نلعب فيهم للشغل. شباب اهربوا، اجا ابو عادل. سخسخ. شو جاب هذا اسعد العم خميس؟ حقونا بس بنعرف ايش بده يسوي. مازال انك مش مريض، قوم معنا. القريه بتشارك معنا بالفرح، والفرح عما يرام. اياني قايم، لكن مش راح معكم على الفرح. انا كل حياتي بتمنى انه ما اشوفش هذا اليوم اللي فيه منبيع انفسنا لاعدائنا. روق شوي، الفرح فرحنا واحنا منديره على كيف عقلنا. قوم شوف الحاكم العسكري ضاع على سواعد رجالنا هو وجنوده. لو بقدر لا ترضوا من هون لحالي ولا الابد. خويا ابو خالد، انت مش جاي عشان الحاكم العسكري، انت جاي عشان عرس عادل، عشان اخوك. واذا ما بتيجي ما بشرب عندك نقطه مي. لا أفرح بدون كرامة ولا كرامة والجيش فوق روسنا. لا أفرح بدون كرامة ولا كرامة بوجود الجيش فوق روسنا. الله يحييكي. الله يحييكي. تحيا ودوك. يا حي الله يا حي الله. أبو عادل، شفتي سمية؟ أنا بنبه كمان مرة، عبد الله بكى عينه علي قبل يخطبني أبوك. عبد الله وجهه زي القمر، بنبه كمان مرة. هذا الخرف خلص على عقلها، هي فؤاد وإحنا فؤاد. حسان، تعال لهون. شفت سمية؟ روح نادي لأختك، طلعها من تحت الأرض، الناس بتستنى. جوزها قبل ما تنطلق، وخرسها وخرس إمها وأبوها وكمان أولادها طلعوا خرسان. هاي العجوز مش خرفاني. هاي كل ما نقول عنها خلصت، ضميرها ضمير خاين. جمرة حية في رماد. هيا أنا قلت لك، عبد الله بيساوي 100 زلمة. شو
عشان تقعدي جنب العروس. حسان تعال. مين أحلى بنت في البلد؟ يوم العروس أحلى وباقي الأيام أنت. عظيم، ممتاز ممتاز مختار. العرس بعده بأول، استنظر لما يجي الليل. في هذه الأجواء باستطاعتنا أن نبقى معكم مئات السنين. أهلا وسهلا. مين هذول؟ حد عزمها؟ لا بسيطة، هذول جماعة الحاكم العسكري. معلش خليها. إذا مش مدينا بال، وين نروح ضل ملحقينا؟ وين تعال أقول لك، أنت كل ما تصح لك فرصة عبي لي نبتونين. بروحوا. زياد 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 تعال هون. لنا طاولة من فوق السماء من تحت الأرض بدنا نسكر. حبيبي شوف وين، شوف ردية قرش بلا كاس للجنة بلا ناس. تفضلوا تفضلوا اقعدوا. من أنا نفسي ولا يهمك، أنت نفسك على كيفك. جايين ايش؟ جايين نصلي؟ ويهمك اقعدوا، بس بحياتكم ها بدون ضجة. يا ما مش وينك؟ ضحونا بلاش والله. أنت مالك تعرفني في حالي؟ اسمع، شايف الساحة مليانة رجال مخابرات؟ ابعد من هون أحسن لك، كل بيعرفوا إنك كنت في السجن. باسم دخيلك، بدكم تمنعونا نشارك بالعروس؟ أنا والله ماني قادر أفهمكم أنتم، إذا عرضنا العرس بتوقفوا ضدنا، وهينا مشنا في العرس من كل قلبنا برضه واقفين ضدنا، وآخرتها معكم. يلا عاد بلاش مزايدات ودوين فاضية، العرس عرسكم يا عمي، بس مشوها بسلام. رايحين نبدأ حياة جديدة مع بعض. أنا رايحة أكون لك صديقة وفية. إذا أنت صديقتي لازم تساعديني أطلع من الوضع هذا. راح أنرجع.
كيف تقدري تبقي هيك؟ سمية، سمية انزلي بس ابعتي محلك مرت منصور. الصبر الصبر. ما علينا اللي ناخد صدورة ونحط السلاح تحت الأكل. آه مزبوط، بس لازم نتوقع على الفرصة مناسبة. أنا لا صح، أنا وإنت رح ناخد الأكل ونحطه على طاولة الحاكم العسكري. إنت رح تلف من ورا الحاكم العسكري. أوكي. بعدين ممكن ارضى اطوفك احطيها في عقلك. ما عدتش اقدر اتحمل. كيف بدك اياها تطلع قدام الناس؟ انت مجنون. سمعت شعور مش داكرك. ما عدتش اقدر. مش عندك وقت تشوفني؟ مشغول جدا، مشغول بالعرس. قولي ايش بدكم تعملوا؟ تركينا هسه الناس بتشوفنا. ما يهمنيش الناس، اذا ما بتجيش معي بتركك للابد. انت مش الوحيد هون. روحي للضابط الاسرائيلي، بتفكرين عميان. مش رايح تعمل اشي بدوني. بتشوف. الله يحييكم، الله يحييكم. معادل هاي بنتك رح تفضحنا مع العالم. خفش، هي عارفة حالها شو عم تعمل. احرص عليها من غضبي. المشكلة مش سمية، انت اعمل كل جهدك انه العرس يمرق بسلام. اخر از لغا ونی لغا از بولت آقا کزد کم بین فنون زیاد تو دو دارم یه خم کنیم نزد بین فنون میزن؟ مزه شیه مزه شما زی اربیتر مگوون اول پوز اربیتر تایم دمیت نو؟ اکول رک نو اوخل شل کیبوت سویا ولبن چار لی علایخ اوخل שנמצא כאן ובלבנון כעין וכאפס לעומת האוכל עדי מסקאי והחלבי, במיוחד החלבי. חלב. חלב. העיר הכי מפוארת בארם צובה. שמה. מטעמי המזרח האמיתיים. הבשרים שם. אין, אין. אין, אין, אין בעולם. רק תתפללי לאלוהי ישראל שיום אחד תטעמי את המטבח החלבי. יא צחה, יא צחה! אני נהנה. שחתק עריץ. וואחלה. 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 וואחלה.
صحتك عمي ابو عادل. صحتك عمي ابو عادل. صحة تعبان شوي مع الشو. الجو غريب، المسكينة مش متعودة عليه. يلا يا شباب عمرو الفرح. تعالي تعالي تعالي. الشفاعة يا رسول الله، سلم تسلم بالصلاة على محمد. سكروا هالباب بالله. بدنا ناكلها بعد ما يخلص الطقس. هي حبيبتك؟ احنا بندير بالنا على الجنود تبعنا. بس يا وكحل، البنات فلتت يا شيخ وما في مين يغضهم. لو حصلت حد ربيك ما وقفت هالوقت. إذا بدك ترقص لازم تشلح بدلة الجيش. يلا يلا، كل واحد يروح على شغله. يلا
يلا امشوا انتم، امشوا يلا امشوا يلا. كل شيء 100% نايمة ومرتاحة، لما بتصحى بجيب لكم اياها. مع السلامة. سلام. يلا امشي منهم، روح شوف امك شوف بابا. اوكي. اول مره بحياتي بشوف حصان اصيلي. انت بتعرف تركب عليه؟ أقول له أنا صغير وبحضر أمي قلت أركب عليه. بس أنت يا بدك تركب عليه. لا أنا بخاف. بتخاف إن كان بدي أروح العرس. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا الله على اللي خربوا بيروت، الله على اللي خربوا بيروت.
اللي خشاف ان مالي فخيد اكون بالسدر. انا خشاف شانخنا شرطين بمتصاب. ها اوعى تخلوا رجال المختار يغيبوا عن نظركم ولو لحظة واحدة. قوم هذا كلب عجوز. هذا كلب عجوز. ولا حدا بتعدى عليه ولا حدا بضرب ولا حدا. هذا كلب عجوز كان وجهه زي القمر. هذا كلب عجوز. وين ابوي؟ اخذت الحكومه انجليز ولا تركيه؟ دخن شوي وهرب. خلاص عاد. لحقناش نخلص من الجندية وأعتب مشكل أكبر يا حمار. عمي أنا برأيي نطلب مساعدة من الحاكم العسكري بدون ما نلفت انتباه الناس، بعدين نطلع الحسام بسرعة. أنا كان فكري العرس يمضى بسلام بدون احتياجنا للجيش، لكن إجا بالعكس. ولا حس ولا نفس.
بيت انا فاق. יש לו מזל לסוס הזה. הוא נכנס לשדה מלא מוקשים. אתה יודע שהוא יכול היה להיהרג ברגע הראשון? תסביר לו. خايف لك انه الاصيله مش راح تقدر تطلع من الواد. الوادي ملاني الغام. تسمح يا خواجه تطلع لي الاصيله من حقل الالغام بسلام. كل البلاغان بكلال شني اشديم اكتنيم هاله. تعرف شو بعدي؟ شو بقولوا لها؟ ذبيحة. تعرف شو كيف بسووها؟ عجينة، عجينة طرية بفردوها بالسمنة البلدية بخلوها تتريح، بحطوا كل الصنوبر عليها، بكون الفرن ايش؟ جاهز. يلا بصحة الصنوبر. בשטח. אמרתי לכם, תתפרצו בשטח, למה צריך להגיד לכם פעמיים? זהבי, תעלה יותר למעלה. בדיוק, תעצור עכשיו. תשמרו מרחק אחד מהשני. אני אמרתי לך לשמור מרחק, למה אתה לא מבין את זה? תזהרו לו לפגוע בסוס. בדיוק. חדת, מספיק. עכשיו תעצור ותתחיל לראות. אש! אש! תראה, זהבי. جنيت شو راح بدك تقتل حالك؟ تجيد ما انت خوشب لعצمك انت لو رويش اني وسع كل كده لاتيل التصوص شلخا شو مجنون هاي فرس اصيله بتنجن من الرصاص هو بفضل يموت ولا ان هي تنجن يعطيني المخطط وانا بطلع الاصيل طيب انت اعطيت توجيهات على الخارطه هو بدبرها هو بطلعها تقل
צריך להגיע לשם. ומשם ישר עד כאן. سامع مين؟ لازم توصل لحديد هناك ومن هناك تيجي دغري لهون. والحين ايش بدنا نعمل؟ عشان يشارات كان. تعي تعي تعا 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 يا هلا 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 تعا 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 يا هلا. يا هلا بالخير 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 يا هلا يا هلا يا هلا فيها يا هلا يا مرحب يا هلا يا هلا يا هلا. لما بتفيق بتيجي لعندكم. ماذا؟ نايمة نايمة مبسوطة هي. طب بصدق أنا لا 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 هي توف. روح روح. سأل. لا لا روح. روح. روحوا حضروا العروس خلينا نعجل بالدخلة. تعال تعال. روح جيب لي أبو عادل قول بدنا نبكر بالدخلة. ولا لحظة. إذا بينجح في خطته بتصير مأساة عادي. لازم نستعجل بالدخلة لأنه أم العريس هيك بده. طيب ولهل أنت تروح دير بالك تعال. تعال حولنا يلا. إذا بتجيش معي بحكي قدام الناس. قلت لك إني مشغول. أنا عارفة شو بدكوا تعملوا. بديش ياك تروح على السجن. هيك بتدمر نفسك، بتشوف.
زو حضرتي. نو الكل بسدر. شاتم لي زكوبه ماشو. אבל זה היה סיפור, אני רוצה לך. יאללה, שבאב. תעלו נזיף אל האריס, יאללה, פדלו. פדלו, שבאב. עד האריס הוא יא אמו זהר תילו, עד אל האריס הוא יא אמו זהר תילו, בד אל אזהר השבאב. עטלענו על יחסם בסלאם. אפטר, אלורס חלס? العرس بعده بول بدنا نزف العريس والعروس وبعدها تبدا السهره وبعد السهره العشاء الكبير مبسوط انت طبعا طبعا الورس على كيفك وعادي بنتك دايما مع الشباب تسمح مش معقول عشان اولاد الحرام ما يكونوش كاتبين لكم شي كتبه سامية رح يجي بطشة المي سامية
روح اصلحي فستانك. مسحي المي، مسحيها بسرعة. مع الخناجر فيش أي مشكلة. المشكلة المسدس وين نحطه؟ أحسن طريقة إنه كل واحد فينا يحط سلاحه على جنبه. ولما نيجي نقدم الأكل للحاكم العسكري، نستولي عليه من قدام. واحد منا بلف له من ورا. والله شباب سياد بس هذا المدين فرد تدخلوش شايف شيء متصاب يتر قروع ماشي خشافنا شماعتي تشتو شيء مليم على البحول على قدينا أنا تلغي الكشر على مفكتت خياليم خياليم لو خيح لو خاخوت بشيطة بسد قول لك لدي يا رب شيل الله ينجينا من اولاد الحرام. بهمش حبيبي بهمش تحدث هاي. حاولوا كمان مره. حاولوا ببعث لك امك. يلا حبيبتي.
ان شاء الله لما نيجي نتعرف عليهم وكل شيء. يلا بهمش خلينا نفوت. جنبي قرب قل لي ايش شفت؟ لا شفت شفت امي بتعيط تطلب من الله يساعدها. طولوا بالكوا عليهم، سيبوهم بحالهم، الناس ملتهية بالعرس والله كريم. والله ما أنا مطمئنة يا أبو إبراهيم. الله يكون بعونهم والله كريم إن شاء الله. يلا يا جماعة ندعو إلى الله بركي يجمع شملهم بأقرب وقت ممكن. يا الله تأخذ بيدنا، يا الله تسبيهم، يا رب يا الله. حسان روح نادي لباسم خليه يجي عند السيارة. بمنجرة نجار نصراوي طاولات بتوقف على قوائمها الخلفية. يا شاتر بعضها حمراوية وبتبصق على الأرض وبتتكلم العربية وبدون تصريح عسكرية. عمال عمال سيد الحاكم فيكم رايتي الكبيرة يمر النهر الكبير مع الأسماك الأكبر وأكبر وأكبر بدون تصريح عسكرية. جمال عمال خرب ديارنا. دي زهيرة الفرامة تخممت. عرفها مختار؟ لو يدايا تنساو تمير بسيدة. إن شاء الله منتعب لك بفرح. شو؟ كل شيء ما يرام؟ بدي تطلع على الناصر تجيب لي الدكتور أسعد رأساً. ليش السيري؟ العروس ما لها شيء؟ يا ريت العروس. عادل مش مظبط. لا بسيطة. انت تمهل عليه شوي. عادل بيظبطها وبيظبط أبوها ولا يهمك. وين ما ظبطها وين احط راسي؟ عم الوضع عم بيتأزم بقدرش اترك انا. بعدين مشكلة عادل مش مشكلة، بكره منجيب له احسن اختصاصي ومنحل المشكلة. العالم ما بتروح الا لتشوف شرشف الابيض، والحاكم العسكري حلف انه ما يروح حتى نهاية العرس. مشكلة الدم مش مشكلة، ندبرها نلاقي لها حل مش مشكلة كبيرة.
أنا بحياتي ما غشيتش حدا. بترجاك غاية الرجاء تروح حالا. هذا الدكتور دجال ساحر بفتح بالمندل. أنا بسمحش لنفسي أفوت على خزعبلاته. مالك يا بابا؟ في إشي؟ بقدر أساعدك؟ بدي أقتله، بدي أقضي عليهم كلهن. أعذره لأنه بيعرفش شو بيعمل. أبونا كلنا، مختارنا كلنا، بيعرفش شو بيعمل؟ مزبوط، بس العنف ما بينفعش بتغييره. أبوي مش أنا، مش رايح يفهم هذا بدون ما أقضي عليه. العنف مش الحل. أبوي هو العنف، وحش بيحبش إلا نفسه. حطمني بأبويته. ما قدرش لازم نحط الكلسات على وجوهنا قبل ما نطلع العرس. لازم نسرع قبل ما الجيش يحتل العرس. قربنا نخلص، بس مش لازم ولا ضابط يهرب من بين ايدينا. لا افراح بدون كرامه،
وهي احنا حاملين كرامتنا. شو اللي بيدك؟ شو بتساوي هون؟ حط كل شيء على الارض. عم خميس، هاي عمليه لاسترجاع كرامتنا. اي كرامه هاي؟ اما اولاد صحيح، بدكم تعملوا عزا؟ احنا بنهاجم بس الاسرائيليه. اي اسرائيليه؟ فكرتوا بنتيجه عملكم هاد؟ كم خطير رايح يسقط من جانبنا؟ زياد، حط اللي بيدك. اما اولاد صحيح، تعالوا برا امشي. يلا هلا. لسه بحرقكم. من هون ورايح تشتغلوا بسلامة الناس، سلامة قريتنا وأهلنا فوق كل شيء. يلا انت وياه برا. أنا مش ضد إنهم ينسفوا الحاكم وضباطه، لكن النتائج لازم تكون محسوبة. الله يسامحك أخوي أبو عادل. طلنا روح أشوف شو صار فيه. את כולם חזרה. את כולם אמרתי ומיד. כן, עכשיו. طين للجيش، ديري بالك عليهم. شو طين للجيش؟ أنا وأنا صبية كان شعري طويل وركب الفرس العرب الأصيل، وكنت دبيكة راس زي السيف. بعدين اتجوزت جوزين، واحد هربوا للشرنة والثاني مات قبل الأرس، وكان زي الكلعة تاج سيدك. ستي زي القلعة سيدي. سيدك مسكين راح، ضل روح ندور عليه. عادل، عادل افتح الباب، افتح الباب، لازم تنشلني من العار. مش قادر اظهر قدام الناس. اتركيني، لازم اتخلص منه. حاول، حاول تعملها كمان مشوار. العالم لازم تشوف الشرشف، مش تخزينه وسط العالم. ابعد عني، ابعد. خذيه يما، خذيه. بديش يكون محلي ولا اكون ضحيه حلمه. ايش بدنا نعمل بالدنيا هاي؟
ساعديني ساعديني. عجيب أمري هذا، كل ما جيت أحكي لك قصة حلوة، قصة عمرك ما بتسمعها في حياتك، بلاقيك نايم بين إيدي. بإيش بتحلم يا صغيري؟ أحلامك تشبه أحلامي؟ عجيب أمري. خايف من أبوك أنت؟ ليش بدي اياك انت بالذات تحفظ قصتي؟ بدك تحافظ على كرامة الكل؟ أنا رايحة أفض البكارة بإيدي. إذا بكارة البنت هي دليل شرفها، فإيش هو دليل شرف الرجل؟ Ha ha.
خلي حسان، وين اخوي ابو عادل؟ وكمالك لابد انه صار هون اشي. تروح اشوف اخوي ابو عادل. الجميع تركوني حتى الكلب تركنا. وين اخوي ابو عادل يابا؟ الضابط التركي كان ظالم ووسخ، والانجليزي اوسخ واظلم. يلعن تركيا والانجليز واليابان وفرنسا، اسرعتنا انت فين هذول. بارك ولا تلعن.